كل واحد عنده رؤيته. أكيد لو أنا قدمت البرنامج أكيد رح يكون أحلى أكيد، لأنه في سنوات من الخبرة، في سنوات من الـ من الـ من التحضير، في انسجام مع فريق كامل، وهيدا ما بينقص أو بيقلل من قدرة الناس اللي عم بيقدموا، اثنين عم بيقدموا البرنامج، بس يعني تصوري حدا غيرك يقدم هيدا البرنامج، أكيد يعني كل واحد عنده أسلوبه، والناس يعني بتتابعه أنت للبرنامج أو تابعته قدر المستطاع، قدرت تتابع يعني عملت جولات، ولكن متابع مسلسلات أكثر هيدي السنة.